Hello my dear student، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث تعليم الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله نبدأ مع بعض أولى حلقات اليونتس الخاصة بالفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ أول حاجة اللي هي يونت 7. عنوانه معانا النهاردة specifications. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بناخد من اليونتس اللي عندنا اهم حاجة بناخدها منها، احنا بناخد الكلمات الجديدة اللي هي new vocab وازاي ننطقها وازاي نعرف معناها باللغة العربية. ان شاء الله النهاردة اول كلمة هناخدها في اليونت بتاعنا وهي عنوان الدرس اللي هي specifications، معناها مواصفات، معناها مواصفات. تمام. space. يا ريت نقرا مع بعض وكل كلمه نقراها علشان نعرف مخارج الحروف بتاعتنا تتظبط كويس. space معناها ايه كلمه space؟ فضاء. تمام كده. project يعني مشروع. project يعني مشروع. volume حجم. module جزء او وحدة. station محطة. field يعني ايه field؟ يعني حقل. هنا بتيجي بمعنى حاجات كتير، يعني انا ممكن اقول حقل اللي احنا بنزرع فيه، وممكن نقول ان ده حقل يعني مجال معين بنشتغل فيه، وده اللي احنا بنقصد بيه درسنا النهاردة وليس الحقل الزراعي. بعد كده جت يعني ايه كلمة جت؟ جت يعني طائرة نفاثة. area what is the meaning of area؟ مساحة. يعني لما اجي اسأل واقول مساحة الحاجة دي ايه، بتكلم بقول area. shuttle what is the meaning of shuttle؟ مكوك المكوك دوت اللي هو بيبقى في الفضاء، اللي هو بيبقى جزء من سفينة الفضاء، يعني بيبقى موجود في الفضاء. space shuttle يعني ايه space shuttle؟ اللي هو مكوك الفضاء، اللي هو بيبقى موجود في الفضاء. football field اللي هو ملعب كرة قدم، وهنا كلمة field استخدمناها في ان احنا بنقصد بيها الملعب او المجال اللي بيتلعب فيه كرة القدم، ده اللي احنا كنا بنقول عليه من شوية. space station قلنا قبل كده معنى كلمة space لوحدها فضاء، وقلنا معنى كلمة station لوحدها محطة. لما نيجي نقول space station معناها على بعضها محطة فضاء. جامبو جيت يعني طائرة نفاثة ضخمة. قلنا قبل كده معنى كلمة جيت خدناها يعني طائرة نفاثة، الجديد عليها دلوقتي كلمة ايه؟ جامبو يعني ضخمة، يبقى معنى الكلمة على بعضها طائرة نفاثة ضخمة. بعد كده gravity what is the meaning of gravity؟ gravity معناها الجاذبية الأرضية. air pressure what is the meaning of air pressure؟ يعني ضغط الهواء. spacecraft ننطق مع بعض spacecraft
What is the meaning of spacecraft? Spacecraft معناها مركبة فضاء. مركبة. مركبة فضاء. تمام؟ نيجي بعد كده عندنا الصورة دي موجودة في كتاب المدرسة، وهي عبارة عن صورة لمحطة فضاء، أول محطة فضاء عالمية أطلقت، اللي هي اسمها ISS، واختصارها هي اختصار لكلمة International Space Station. International Space Station. النهاردة موضوعنا كله هيتكلم عن محطة الفضاء ديت، وهنقول دلوقتي الحوار اللي دار بين شخصين. الديالوج هنا بيقول، أول واحد بيتكلم بيقول Tell me about the International Space Station. Tell me about the International Space Station. How big is it? How big is it? أول حاجة لازم أعرف معنى الكلام ده إيه. معنى الكلام ده بيقول لي إن هو بيسأل، بيقول له قل لي عن أو اخبرني أكتر عن سفينة الفضاء العالمية اللي موجودة. أول حاجة عايز أعرفها عنها How big is it؟ يعني حجمها قد إيه؟ حجمها قد إيه؟ رد عليه وقال له عفوا Its area is. Its area is. أنا لما اتكلمت عن big قلت له How big؟ هو رد عليا وقال لي إيه؟ Its area. وإحنا خدنا من شوية معنى كلمة area يعني المساحة. يعني إيه؟ المساحة. طيب Its area is about a third larger than that of a football field. هنمسك حتة حتة. Its area المساحة بتاعتها حوالي third. What is the meaning of third? Third هنا معناها تلت. تلت. Larger than يعني أكبر من. من إيه؟ من الفوتبول فيلد. يبقى الجملة على بعضها بتقول لي إن مساحة السبيس ستيشن دي هي أكبر من تلت مساحة ملعب كرة القدم. نيجي للسؤال الثاني اللي سأله And what about its volume? What about its volume? أنا خدت قبل كده كلمة volume في الكلمات اللي فاتت، قلت معناها أيوة برافو حجم، معناها حجم. يبقى أنا بسأل دلوقتي عن الحجم اللي هو حجم سفينة الفضاء العالمية. الإجابة بتاعته بتقول Its volume is about twice as great as that of a jumbo jet. هنترجم حتة حتة. طيب أنا عندي هنا بقول إن الفوليوم بتاعها حوالي twice. What is the meaning of twice? Twice يعني مرتين، يعني اتنين. As great as يعني أكبر، مرتين قد مساحة أو حجم الجامبو جيت. يبقى أنا لما أجي أقول الجملة على بعضها إن حجم الستيشن حوالي مرتين قد حجم الجامبو جيت اللي هي الطيارة النفاثة. تمام كده؟ نيجي للسؤال اللي بعد كده How quickly does the space station orbit around the earth? How quickly does the space station orbit around the earth? طيب أنا هنا بسأل عن How quickly. طب How quickly دي معناها إيه؟ معناها أنا بسأل عن السبيد. What is the meaning of speed؟ يعني سرعتها، سرعة السبيس ستيشن دي وهي بتدور حوالين الأرض. طيب بتدور حوالين الأرض بسرعة قد إيه؟ الإجابة عندي Its speed is over 20 times faster than the speed of sound. يبقى سرعتها أكتر من 20 مرة أسرع من سرعة الصوت. أسرع من سرعة الصوت. بعد كده What about gravity and air pressure inside the space station? What about the gravity and the air pressure inside the space station? خدنا قبل كده كلمة gravity معناها الجاذبية الأرضية. خدنا كمان air pressure معناها ضغط الهواء.
طيب انا عايزه اعرف دلوقتي ايه الجرافيتي بتاعتها او الجاذبيه الموجوده جواها ايه، وضغط الهواء ايه بالظبط. فالاجابه كانت عندي ذا جرافيتي از زيرو. جرافيتي از زيرو معناها ان مفيش جاذبيه خالص على محطه الفضاء. But the air pressure is the same as on Earth. ولكن ضغط الهواء هو اللي موجود على سطح الكرة الأرضية. أنا دلوقتي لما قريت القطعة اللي قدامي دي استفدت إيه؟ استفدت إن أنا لما قريتها وأنا عارفة مجموعة كبيرة من الفوكابلري الجديدة اللي ظهر عندي، أنا بدأت دلوقتي أعرف معنى كل كلمة وعرفت الباسج كلها بتقول ايه وبتتكلم عن ايه. ودي النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ايه اللي احنا بنستفيده من الدروس اللي بندرسها خلال العام الدراسي. اول حاجة منها النيو فوكاب. لما عرفت النيو فوكاب الجديدة وعرفت انطقها كويس وعرفت معناها بالعربي، عرفت ان انا اترجم كل حاجة في الباسج وعرفت هي بتتكلم عن ايه. بالفعل انا عرفت دلوقتي ان الموجود هنا هو مواصفات السفينة اللي موجودة في الفضاء اللي هي اول سفينة اطلقت. يبقى انا استفدت هنا من الكلمات الجديدة ان انا عرفت اترجم الباسج اللي عندي. نيجي بعد كده لتاني حاجة هنستفيد منها من الدروس بتاعة الكتاب، وهي الستركتشر اللي عندنا النهاردة. الستركتشر أو الجرامر اللي عندنا هو يعتبر ريفيجن على القديم، حاجة خدناها زمان قبل كده، وهي عبارة عن comparative form. comparative form احنا بنتكلم النهاردة عن صيغة المقارنة. صيغة المقارنة، أول ما أقول صيغة المقارنة يبقى أنا أعرف إن أنا بتكلم عن إيه؟ عن الأدجكتيفز. أنا بتكلم دلوقتي عن الأدجكتيفز، يبقى كل حاجة هتكون عندي هنا باستخدام الأدجكتيفز. في حاجات جديدة هناخدها النهاردة وفي حاجات موجودة عندنا من الأول. هنشوف أول حاجة عندنا عند المقارنة بين اتنين. لما نيجي نقارن بين اتنين ودي عارفينها أو من زمان، وهي أول حاجة بنعملها بنجيب الأدجكتيف. بعد ما بنجيب الأدجكتيف بنقوم حاطين بعديها ER than. ER than. طيب نفتكر مع بعض اكزامبل بيقول الكلام ده. The area of ISS is a third greater than the area of a football field. The area of the ISS is a third greater than the area of a football field. طبعا اول حاجة عرفناها ان ISS هي abbreviation لكلمة ايه؟ فاكرين؟ ها؟ International Space Station. فبدل ما أقول الكلمة كلها كل شوية، لا بختصر وأقول ISS. يبقى مساحة السفينة الفضائية دي تعتبر قد إيه بقى؟ Third greater than. Third يعني تلت، greater than يعني أكبر من مساحة الفوتبول فيلد. طيب لو أنا بصيت كده لجريتر زان، أنا عملت هنا فيها إيه؟ حطيت جريت اللي هي الصفة، أدي عندي الصفة هي جريت، ضفت ليها على طول الحرفين اللي هي إي آر، وبعد كده حطيت زان. بقى عندي الفورم بتاعي جاهز ومظبوط، تمام كده؟ نيجي بعد كده عند المقارنة بين اتنين متساويين. أنا هنا المقارنة اللي فوق كانت في حاجة أعلى من حاجة، حاجة أعلى من حاجة، لكن المقارنة اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي هما الاثنين قد بعض، الاثنين قد بعض. طيب كلمة as adjective as، as adjective as، لما أجي أقول as يبقى أحط adjective ما بين الاثنين. طب تعالي كده نشوف الموضوع ده إيه. الإكزامبل اللي عندي بيقول إيه؟ A jumbo jet is half as big as. Half as big as يعني إيه؟ يعني عندي عفوا الطيارة النفاثة الضخمة اللي عندي half as big as يعني نص مساحة السبيس ستيشن، نص البيج بتاعتها اللي احنا قلنا قبل كده اللي هي المساحة سبيس ستيشن، تمام؟ يبقى هنا as حطيت هنا
صفة حطيت بعدها as. هل أضفت حاجة للصفة ما بين as وas؟ لا، ما بضيفش أي حاجة، لأن عندي as وas يجي ما بينهم الصفة من غير أي إضافات، من غير أي إضافات. طيب هنيجي هنا هنشوف عندنا expressions جديدة وكتيرة هنشوفها في الدرس ده. تعالوا هنمشي واحدة واحدة وهنقرأ كل expression لوحده ونوضح معناه باللغة العربية. More than twice. More than twice يعني ايه more than twice؟ احنا خدنا قبل كده معنى كلمة twice يعني مرتين، برافو علينا. More than يعني اكتر من، more than يعني ايه؟ اكتر من. يبقى معنى الكلمة على بعضها او الاكسبريشن على بعضه اكبر حجما مرتين. يعني لما بكون بذكر النقطة دي بقول ان حاجة اكبر من حاجة مرتين، تمام كده. اللي بعدها twice the length of، twice the length of. طب twice قلنا معناها ان هي ضعف او مرتين، ماشي كده. طب the length هنا معناها ايه؟ length اللي هي جاية من ايه؟ من long، ده النون بتاع الادجكتيف اللي عندي اللي هي long بقت length، the length of. length يعني طول، length يعني طول. يبقى لما اجي اقول حاجة ضعف طول حاجة هقول twice the length of، twice the length of. بعد كده three times larger than، three times larger than. three times معروفة جدا يعني ثلاث مرات، ثلاث مرات. larger than، فاكرين احنا قلنا من شوية ان احنا لما بنيجي نقول حاجة أعلى من حاجة أو أقل من حاجة في الصفة بنضيف عليها بعد الصفة er than، er than. يبقى معنى الإكسبريشن اللي عندي دوت بيقول أكبر ثلاث أمثال كذا، أكبر ثلاث أمثال. بعد كده quarter the size of، quarter the size of. كوارتر خدناها قبل كده زمان وهي معناها ربع، كوارتر يعني ربع. يبقى كوارتر the size of يبقى ربع حجم الشيء، ربع حجم الشيء. نقولها مع بعض تاني كوارتر the size of، كمان مرة كوارتر the size of. بعد كده عندنا half as long as، half as long as. جينا هنا برضو شفنا الجملة بتاعت as adjective as، as adjective as. وهنا بنقول ان as، as يجي بعدها او في النص هنا الصفة من غير اي اضافات، long اهي جاية لوحدها ما بين as و as. طيب معنى الاكسبريشن على بعضه هنا ايه؟ معناها نصف طول، معناها ايه؟ نصف طول. طبعا احنا كل الجمل اللي قدامنا دي لازم يا ولاد نحفظها، هنفهمها الاول وبمجرد ما هنفهمها وهنفهم معنى كل كلمة فيها هتبقى سهل علينا الحفظ. انا عارفة ان هم كتير وعارفة ان هم شبه بعض، ولكن انا لما اجي دلوقتي احفظ كل اكسبريشن لوحده احفظه وافهمه كويس قوي واعرف ازاي بستخدمه، هتبص تلاقي النتيجة معاك سهلة وبسيطة. انا دلوقتي الجزء ده او المجموعة دي خدتها، تعال نشوف المجموعة اللي بعد كده. less than half، less than half اقل من نصف. طب ما انا خدت نصف قبل كده. ايوه يا ميس احنا بدأنا خدنا نصف قبل كده ونطقناها وقلنا half، half. طيب less than half بقى على بعضها معناها ايه؟ معناها اقل من النص، اقل من النص. يعني لما يقولوا لي ان حاجة اقل من نص حاجة بقول اقل من النصف. اللي بعدها more than quarter، more than quarter. more than هنا معناها ايه؟ اكتر من، اكتر من. يعني يمس هنا more than عكس less than. ايوه more than هي الاوبوزيت بتاعت less than، يبقى دي اقل من ودي مور ذان، تمام كده اكثر من. يبقى انا لما
خدت كوارتر الربع، خدنا فيفث الخمس، خدنا هاف النصف. يبقى احنا كده بدأنا نحفظ أجزاء كتيرة من الأحجام اللي عندنا. طيب over one fifth يعني ايه؟ يعني اكتر او فوق الخمس بشوي، فوق الخمس بشوي. تمام. under twice as adjective as under twice. طب over معناها فوق او اكتر من، under معناها اقل من. اقل من ايه بقى؟ من twice. twice خدناها معناها قبل كده ايه؟ يعني ضعف. يبقى أقل من ضعف الشيء ده، أقل من ضعف الشيء ده. قلنا برضو هنرجع تاني عشان ما ننساش، لما يكون في عندي as وما بينهم space، أجيب إيه ما بينهم؟ أجيب adjective من غير أي إضافات، أجيب adjective من غير أي إضافات. احنا ماشيين كده واحدة واحدة، وإن شاء الله مع بعض هنبدأ نحفظ الكلام ده. هنيجي لآخر حاجة هنا في الجمل دي، about three times. about three times حوالي ثلاث مرات. مش احنا خدنا قبل كده three times يعني ثلاث مرات؟ طيب يبقى حوالي ثلاث أمثال أو ثلاث مرات، يعني قد الشيء دوت ثلاث مرات، قد الشيء دوت ثلاث مرات. بكده احنا خدنا مجموعة كبيرة من الإكسبريشنز اللي بتعرفنا احنا نجيب المقاسات ازاي، ونعرف يعني ايه ربع، يعني ايه خمس، يعني ايه نص، وهكذا، وازاي نقدر نجيبهم في جمل مفيدة. طيب نيجي بقى ازاي نحطهم في examples علشان نبدأ نعرف. اول example عندنا the shuttle is more than three times the size of a house. What is the meaning of shuttle؟ فكروني كده يعني ايه shuttle؟ المكوك، المكوك الفضائي. احنا بنتكلم دلوقتي عن المكوك وبنقول ايه؟ ان هو more than three times. خدنا من شوية يعني ايه three times؟ يعني تلات امثال او تلات مرات. طب more than يعني اكتر من ولا اقل من؟ لا ده اكتر، يبقى المكوك هو اكتر من تلات مرات. The size of a house. The size of a house. طيب يبقى أنا هنا بتكلم عن إيه؟ عن السايز. طب ما تيجي نشوف الجملة بطريقة تانية وأوضح. The size of the shuttle. The size of the shuttle is more than three times that of a house. يبقى أنا بتكلم النهاردة على حجم. سايز يعني إيه؟ حجم. حجم المكوك الفضائي هو أكتر من ثلاث أضعاف أو ثلاث أمثال أو ثلاث مرات من البيت ده. يبقى أنا استخدمت دلوقتي more than three times. more than three times عرفنا إزاي بنستخدمها؟ استخدمناه هو، جبنا اسم الحاجة وإيز، وكتبنا الإكسبريشن بتاعنا، وحطينا الناحية التانية الشيء اللي احنا بنقارن بيه. يبقى عندي هنا جزء the shuttle بقارن بينه وبين مين؟ بين الهاوس. ادي الشاتل وادي الهاوس، ما بينهم بقى هنا اللي هي more than three times. more than three times. تمام كده. نيجي للاكزامبل اللي بعد كده. the shuttle is less than a quarter the less of a jumbo jet. انا بتكلم هنا عن ايه؟ ايه الكلمة اللي عندي هنا موجودة؟ اللينس. انا بتكلم هنا بقارن في ايه؟ في صفة اللينس، اللونج بتاعتنا. يبقى انا ممكن اجيب الجملة واقول the length of the shuttle يعني طول المكوك هنا is less than اقل من، اقل من quarter ربع that of a jumbo jet. يبقى انا هنا الجملة عندي بتقول اني طول المكوك هو اقل من ربع الجامبو جيت او الطيارة النفاثة. يبقى انا عندي هنا استخدمت more than three times في جملة، واستخدمت تحت less than a quarter. less than a quarter. عرفنا الفرق بين الجملتين، وعرفنا ان more than اكثر من، اما less than اقل من، ودي الـ
الديبوزيت بتاعتها. عرفنا كمان لما اجي اقول 3 مرات يبقى 3 تايمز، لما اجي اقول كوارتر يعني الربع نعملها كده. اوكي نيجي بعد كده الجزئية، هنا عندنا measuring tools and instruments. طيب الميجرنج تولز دي اللي هي التولز عندنا يعني ادوات، طيب والانسترومنتس اللي هي الاجهزه الدقيقه، الاجهزه الدقيقه. يبقى انا النهارده هستعرض مع بعض الاجهزه الدقيقه والادوات اللي احنا بنستخدمها في القياس. اول حاجه عندنا في الصوره هنا، انت شايف وانت شايف ايه دلوقتي معايا؟ ستيل رول. ستيل رول من اسمها كده يا اولاد معناها ايه؟ معناها ان هي مسطره صلبه، مسطره صلبه. يعني ايه مسطره صلبه او مسطره صلب؟ يعني it is made of steel. It is made of steel. تمام كده. طيب يبقى انا اول حاجه عرفتها من مواصفات المسطره دي ان هي مصنوعه من الستيل. تمام. طب ايه المعلومه الثانيه اللي انا خدتها عن المسطره؟ its length ranges from 150 to 300 millimeters. يبقى المعلومة التانية اللي خدتها اللي هي اللينس، قلنا يعني ايه اللينس قبل كده؟ يعني طولها. يعني انا عندي المسطرة دي بتتراوح ما بين 150 ل 300 مليمتر، من 150 ل 300 مليمتر. طيب its accuracy، بص بقى الحتة دي، plus or minus 0.25. تعال ننطقها كده، plus or minus 0.25. يبقى انا الجزئية دي لما اجي انطقها لازم احفظ كده واقول plus or minus، اهي plus or minus يعني بالزائد او الناقص. 0.25 يعني ده الاكيوراسي بتاعها، يعني الدقة بتاعت القياس بتاعتي. ده معناه ان المسطرة دي بتقيس دقة عالية جدا. يعني لو في 25 من 100 بالزائد او بالناقص بتقدر تقيسها. طب في حاجة تانية هيقول لي عليها. ايوة بيقول لي هنا It's used for measuring lenses. هي هنا بتستخدم في قياس الاطوال. يبقى انا عرفت هنا ان هي بتستخدم لما بنيجي نقيس اطوال عندنا. يبقى انا عندي دلوقتي ايه المعلومات اللي خدتها عن ستيل روم، هنراجعها مع بعض. It is made of steel، مصنوعة من الصلب. Its length ranges from 150 to 300 millimeters، يعني انا بتتراوح اطوالها من 150 ل 300. Its accuracy plus or minus 0.25. يبقى الدقة بتاعتها بتقيس لغاية زائد او ناقص 25 من 100 مليمتر. الاستخدام بتاعها it's used for measuring lenses، يعني انا بستخدمها في قياس الاطوال. نيجي للانسترومنت اللي بعد كده او التول اللي عندنا، وهي calipers. ننطقها مع بعض كده يا ولاد، calipers. يعني ايه calipers؟ calipers هي نوع من انواع البرجل اللي احنا بنقيس بيه وهكذا. طيب اول حاجة هو مديهالنا معلومة عنها، بيقول ايه؟ they are made of steel sheet، يعني مصنوعة من الشيت. هنا اللي هي الشرايح بتاعت الصلب، الشرايح الصلب، يعني برضو مصنوعة من الصلب. المعلومة التانية نفس المعلومة اللي فاتت بالظبط، ان هي their accuracy plus or minus 0.25. خلاص حفظناها. يبقى احنا هنقول ايه تاني؟ plus or minus، اهو ابدأ من فوق الاول، plus or minus البوينت اهي 0.25. سهلة جدا، لو احنا تعودنا كل مرة نقولها هتبقى سهلة بالنسبة لنا. يبقى الدقة بتاعتها ان هي بتقيس لنا زائد او ناقص 25 من 100 ملي متر. طب في معلومة تاني؟ ايوة في معلومة تاني. they are used for measuring diameters. بيقاس بيها ايه بقى؟ احنا الرول الاولانية كنا بنستخدمها في قياس ايه؟ اللينسز. طب هنا بنقيسها
بنقيس بيها ايه؟ الديامترز. What is the meaning of diameters؟ الديامترز اللي هي الاقطار، قطر، بنقيس بيها القطر، القطر ده قد ايه. يبقى كل انسترومنت عندنا او كل تول عندنا بتقيس معانا حاجة معينة. نمبر سي، مايكروميتر. مايكروميتر من اسمه ان هو دقيق جدا، يعني احنا ممكن نقول ان هو ادق من الانسترومنتس الاثنين اللي فات. مايكروميتر، مايكروميتر اللي هو اللي احنا بنقول عليه ميكروميتر، ميكروميتر اللي هو ادق جهاز للقياس. طيب ايه المعلومات اللي هيديها لنا النهارده؟ its range is الرينج بتاعه from 25 to، بص بقى قد ايه هنا، 1800 مليمترز. ده كده القياس بتاعه من 1800 مليمترز، ده القياس بتاعه. طب ايه المعلومة التانية اللي هيديهاني؟ it's used for measuring dimensions. what is the meaning of dimensions here؟ dimensions معناها الأبعاد، معناها إيه؟ الأبعاد. يبقى أنا عندي المعلومة الأولى بتقول its range is from 25 to 1800 and it's used for measuring dimensions. دي المعلومتين اللي هو مديهالنا عن الأداة دي. نيجي لآخر أداة عندنا اللي هي slip gauges، مع بعض كده نقولها slip gauges. slip gauges معناها بالعربي بيقول هو المقياس المنزلق، المقياس المنزلق. طيب ايه المعلومات اللي هيديها لنا عن الموضوع ده؟ بيقول هنا the range is from 1.25. القياس هنا اختلف، القياس هنا اختلف 1.25 2 بقى 325 mm. يبقى أنا عندي القياس هنا يا ولاد اختلف عن المقاييس التانية. يبقى عشان نعرف إن كل أداة هنا أو كل إنسترومنت ليها القياس بتاعها وليها الحاجة اللي بيقيسها وليها أبعاد القياس وليها الصناعة بتاعتها وكل حاجة مكتوبة عندي مصنوعة من إيه وبتستخدم في قياس إيه. نشوف ايه المعلومات التانية اللي مديها لنا عن السليب جوجز. they are made from high carbon steel. هنا مصنوعة من حاجة اسمها الهاي كاربون ستيل، يعني برضو نوع من انواع الصلب بس ليها مع حاجة تانية، يعني ما هوش الصلب الصافي، حاجة اسمها هاي كاربون. طيب ايه تاني عندنا؟ they are used for measuring spaces. measuring spaces يبقى هنا ليها استخدامات تانية. هو هنا بيقيس لنا السبيسز، الفراغات اللي عندنا، بيقيس لنا الفراغات اللي عندنا. يبقى انا هنا استخدمت اربع انواع من ادوات القياس واجهزه القياس، وبرده جالنا هنا في الاخر وقال لنا الاكيوراسي، الاكيوراسي اللي هي خاصه بالمقياس المنزلق ده، وهي their accuracy plus or minus 0.25. نيجي بقى نشوف هنا مثال عندنا example. هنعمل جملة على بعضها ونقول ازاي نستخدم فيها الكلمة اللي احنا اتعلمناها من ساعة ما بدأنا اللي هي ديت، وهنقول مع بعض من اول الجملة. A steel rule اللي هي المسطرة الصلب can measure، ممكن تقيس. احنا متفقين قبل كده يا ولاد ان معنى ان انا احط كلمتين فوق بعض، كلمتين فوق بعض في جملة كده واكمل الجملة، ده معناه ايه؟ معناه ان الكلمة دي نفس معنى الكلمة دي والكلمة دي نفس معنى الكلمة دي. يبقى حاجة من الاثنين عندي، يا اما استخدم الكلمة اللي فوق يا اما استخدم الكلمة دي، اما استخدم الكلمة دي يبقى هيديني نفس المعنى ولا لا؟ ايوه هيديني نفس المعنى. طب تعالى كده نقرا الجملة بالجزء اللي فوق والجملة بالجزء اللي تحت ونشوف. A steel rule can measure to an accuracy of plus
or minus 0.25 millimeters. جملة صحيحة. A steel rule can measure within a tolerance of plus or minus 0.25 millimeters. يبقى أنا عندي هنا استخدمت يا إما to أو within. الاثنين بيدوني نفس المعنى. استخدمت برضو an accuracy of واستخدمت a tolerance of اللي هي بتديني معنى كلمة دقة. بتديني معنى كلمة دقة. تمام كده؟ ده الإكزامبل اللي كان معي. نيجي دلوقتي للكوميونيكيشن. طبعا احنا عندنا في ليسون في اليونت بتاعتها كل يونت عندنا بيجيب لنا ليسون في الاخر how to communicate with others. how to communicate with others ازاي ابقى متصل بالاخرين، ازاي اقدر اعمل ديالوج بيني وبين الناس، ازاي اعرف اتكلم مع الناس. اول حاجه عندنا النهارده Why don't we plus infinitive. بعد كده بنكمل الجملة ونجيب سؤال. طيب كلام ده يا ميس بنستخدمه في ايه؟ في اول حاجة قلتها فوق اهو making suggestion and replying. يعني ايه؟ يعني ازاي اعمل اقتراح، اقدم اقتراح وحد يجاوبني عليه. ازاي اعمل اقتراح وحد يرد عليه. يبقى اول حاجة هعملها هقول الاستخدام الأولاني اللي هو بيقول لي why don't we ليه ما عملش كذا. دي بداية الجملة. طيب يا ميس أنا عندي هنا لما باجي أقول why don't we لازم أحط بعدها إيه؟ infinitive. يبقى لازم أجيب الفعل في المصدر بتاعه. طب أنا كده بقول الفورم بتاعي. طب ما تيجي نشوف الإكزامبل بتاعه بيقول إيه. why don't we go to the cinema. الاقتراح هنا بيقول ايه؟ ليه تيجوا ما تيجوا why don't ليه ما نروحش السينما؟ ما تيجوا كده نشوف هو احنا ليه ما بنروحش السينما، او ما تيجوا نروح السينما بس باسلوب تاني. طيب تعالي نشوف نقول جملة باسلوب مختلف. what about طب انا قلت why don't جبت بعدها we plus infinitive. لما اجي احط what about هحط ايه؟ لا استنى شوية بقى، هنا هحط what about يجي بعدها على طول الverb plus ing. الverb plus ing. يبقى انا لو جيت كتبت why don't بدأتها في الجملة بتاعتي يبقى لازم اقول معاها الانفينيتيف، ولو جيت قلت what about يبقى لازم اجيب معاها الverb plus ing. طب ما تدينا مثال يا ميس. اوكي what about going. اهي go الverb و ing معاها بقت going to the zoo. what about going to the zoo. what about going to the zoo. ايه رأيكم ما تيجي نروح حديقة الحيوان؟ ايه رأيكم ما تيجي نروح حديقة الحيوان؟ اللي فوق نفس الكلام. ايه رأيكم ما تيجي نروح السينما؟ ما تيجي نروح السينما. هو نفس الاقتراح او نفس المعلومة واحدة، بس انا هنا استخدمت صيغة وهنا استخدمت صيغة تانية. طب يا ميس الصيغة دي هي الصيغة دي؟ ايوة مفيش اي اختلاف، بس لازم اعرف لو جبت الصيغة دي يجي معاها هنا الانفينيتيف. طب لو جبت الصيغة التانية لازم يجي بعدها الفيرب بلس ing. طب هو ما دول بس الفورمز اللي عندنا اللي انا بستخدمها؟ لا لسه استنى شوية عليا. يلا اللي بعده how about. الله طب انا خدت what about اهي. how about شبهها، حتى الفورم بتاعها شبه الفيرب بلس اي ان جي وبرده هاو اباوت فيرب بلس اي ان جي. الجمله بتاعتي هتقول ايه؟ هاو اباوت بلاينج فوتبول. هاو اباوت بلاينج فوتبول. ايه رايكم ما تيجوا نلعب كره قدم؟ ايه رايكم ما تيجي نلعب كره قدم؟ يبقى معنى كده انا عندي هنا 3 فورمز، وال 3 فورمز ليهم ايه؟ عفوا الثري فورمز اللي عندنا دول ليهم نفس المعنى the same meaning. الله ده في اتنين كمان اهو يا ميس. ايوه انا عندي هنا let's plus infinitive let's، وخلي بالنا ان let's و shall we هما بيبقوا اكتر اتنين فورمز عندنا مشهورين قوي، اكتر فورمز مشهورين قوي، لان احنا الفورمز دي بتبقى
سهلة وبسيطة معانا. طب هل يا ميس بنكتب ليتس كده ونكتب وخلاص؟ لا، ده احنا لازم لينا فورم بنستخدمه. ايه هو الفورم اللي عندنا؟ ليتس بلس انفينيتيف. يبقى لازم اجيب بعد ليتس على طول الفيرب في المصدر، يبقى ليتس جو سويمينج. ليتس جو سويمينج، الله، هي معناها ايه الجمله دي يا ميس؟ ما تيجوا نروح نعوم، ما تيجوا نعوم، يلا بينا نعوم. كل ده معناه واحد، ان انا بقترح عليكم اقتراح، احنا مجموعه مع بعض وقاعدين بنفكر هنعمل ايه. فبنقول ايه؟ واحد قال لنا ايه؟ ما تيجوا بينا ننزل نعوم شويه. طيب كل دي احنا بنتكلم في السجستشن اللي هي الاقتراحات، لسه هيجي بقى بعد كده وقت الريبلاي عليها. طب اخر حاجه عندنا في الاقتراحات او في الفورمز بتاعت السجستشن بتاعتنا، shall we بلس انفينيتيف، برضو شال وي بيجي بعدها الفعل في الايه؟ في المصدر. تمام، يبقى شال وي جو تو ذا زو، شال وي جو تو ذا زو. هو احنا ممكن نروح حديقه الحيوان، ممكن نروح حديقه الحيوان، ده اقتراح. يبقى انا الاقتراح بتاعي ممكن حد يقول وممكن حد يقول لا. بكده يبقى احنا خدنا خمس انواع من الفورمز بتاعه الاقتراحات اللي احنا بنقترحها على بعض. الخمسه فورمز دول الاشكال بتاعتهم مختلفه، الاكسبريشنز مختلفه، ولكن الخمسه بيتفقوا في ايه؟ في one meaning، كلهم بيدوا معنى واحد اللي هو suggestion. الجزئيه الثانيه عندنا هنا جايبه مثال عندي، بقول ايه؟ what about، فاكرين لما قلت what about؟ قلت what about يجي بعدها ايه؟ verb plus ing، اهو فعلا اهو spending. يبقى what about spending the weekend on my uncle's farm. معناها ايه الجملة دي يا ميس؟ معناها واحد بيقترح عليا بيقول لي ايه رأيكو او ايه رأيك ان احنا نقضي الويك اند بتاعتنا في مزرعة عمي؟ يبقى هنا ده الاقتراح، بيقول ايه رأيكو ان احنا نقضي الويك اند في المزرعة بتاعة عمي. طيب جينا هنا يا ميس بقى لازاي how to reply the suggestion. انا عندي هنا يا ولاد حاجتين لما اجي اقترح عليك اقتراح، الاقتراح ده بيقبل اما ان انت توافق او ترفض، وفي الحالتين اسمه reply، في الحالتين اسمه ايه؟ reply. طب السؤال اللي عندي دوت او الاقتراح اللي عندي دوت، هنشوف اول حاجة لما احب اقول ان انا agree، what is the meaning of agree؟ يعني موافق، يعني انا هقول positive reply، يعني انا هقول اجابة ايجابية، يعني اجابة صح، يعني انا موافق على الاقتراح ده. طب ايه مثل الحاجات او الاكسبريشنز اللي عندي؟ هل في كلمة واحدة اقولها ولا اكتر؟ طب تعالى نشوف كده مع بعض. انا ممكن اجي اقول لك ايه؟ That's a good idea. الله، فكرة جميلة، انا موافقة. طب ممكن واحد تاني يقول لي ايه؟ Good idea. اختلف المعنى يا ولاد؟ لا، ما اختلفش المعنى. طب واحد تالت يجي يقول لي ايه؟ Why not؟ ليه لا؟ يعني موافق، يعني كويس، يعني فكرة كويسة، يعني good idea. يبقى هنا أنا عندي التلات إجابات دول والتلات فورمز دول للإكسبريشن بتاعي بيدوني نفس المعنى، إن أنا موافق على السجيستشن ده. يبقى في الحالة دي أنا لو موافق على الاقتراح اللي اتقال لي بقول حاجة من التلات، يا إما that's a good idea، يا إما أقول على طول good idea وبرضو صح، ويا إما أقول why not وبرضو صح. طب يا ميس أنا مش موافق على الاقتراح ده، أنا مش موافق، هل أقول نفس الكلام؟ لا طبعا، أنا عندي هنا disagree اللي هي negative reply اللي هي الإجابات المنفية أو الإجابات المرفوضة أو اللي رافض بيها المبدأ أو اللي هو مش موافق على الاقتراح. طب أقول يا ميس أول حاجة أقول إيه؟ I am sorry I can't. I am sorry.
I am sorry I can. أنا ما جيش أقول له حاجة كده جامدة، لا، في اللباقة وفي البولايتنس، الأدب في الحوار. يبقى أنا أقول له إيه؟ أنا أسفة مش هقدر أجي، أنا أسفة مش هقدر أجي، أو I really don't feel like it. I really don't feel like it. بجد أنا مش حاسس إن أنا عايز أعمل كده، مش حاسس إن أنا عايز أروح المكان، مش حاسس إن أنا عايز أقضي الويك إند هناك. طيب، أو أقول maybe some other time. Maybe some other time يعني هو إحنا ممكن نخليها وقت تاني، ممكن نخلي مشروع المزرعة دي وقت تاني. يبقى أنا هنا يا ولاد خدت التلات إجابات برضو، والتلات إجابات دول عندي إيه؟ نيجاتيف ريبلاي، نيجاتيف ريبلاي. طب يا ميس أحفظ الكلمات دي إزاي؟ يلا نقرأ جملة جملة وإكسبريشن إكسبريشن ونحفظه مع بعض. أول إكسبريشن سهل جدا ممكن أستخدمه على طول، أنا مش مطلوب منك إن أنا أكتب التلاتة كلهم، لأ، أنا هختار أسهل واحد ليا وأرد عليه. بس أهم حاجة إن لازم أكون عارف إن التلات إجابات دول والتلاتة دول الإكسبريشنز دول التلاتة بيدوني the same meaning. يعني لما أشوفهم في أي مكان أو حد يقولهم لي أبقى عارف هو يقصد يقول لي إيه. أول إكسبريشن هنعيده مع بعض ونقرأ مع بعض. يلا عايزين نقول I am sorry I can't. I am sorry I can't. I really don't feel it like it. I really don't feel like it. Maybe some other time. Maybe some other time. Okay. طيب احنا بقى النهاردة هناخد بسرعة كده سؤال ازاي نطبق على الدرس دوت ونقول choose the correct answer from A, B, C or D. طب انا دلوقتي يا ميس فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قلنا ازاي نحل السؤال بتاع choice ده في الامتحان؟ احنا قلنا يا ميس ان احنا لازم نقرأ السؤال كويس جدا ونعرف الاجابات الاربعة علشان